مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله، واسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية من مزاد الإبل في محافظة عنيزة. أول مرة يقام هذا المهرجان في محافظة عنيزة التابع لمنطقة القصيم لهذا العام 1445 للهجرة. يعتبر مشاهدي الكرام مزاد عنيزة للإبل التابع لمنطقة القصيم أول مزاد على مستوى منطقة القصيم يقام بهذا الحجم. مساحة المهرجان كذلك السيدة اللي تعرض فيها الإبل على مسافة أكثر من 5 كيلو، وفي لجان مشاركة في هذا المهرجان مثل الأجهزة الأمنية وكذلك الدفاع المدني وكذلك المستشفى، مستشفى الملك سعود الميداني وكذلك مستشفى سلام الخاص للإبل. وفيه المزاد اللي تشاهدون الآن يتم المزاد على نوادر الإبل، تنباع بعضها إلى أكثر من 600 ألف. قبل يومين انباع هنا أحد البكار النوادر، بيعت بأكثر من 600 ألف. هذه السيدة اللي تعرض فيها الإبل المراد بيعها مثل ما تشاهدون، سواء كان بالفردي أو بالجمل، هذه جمل إبل واضح ما شاء الله تبارك الله، وتعرض بالسيدة. طبعا طولها السيدة تقريبا 5 كيلو ذهابا وإيابا، وتعرض فيها الإبل المراد بيعها ما شاء الله. شوف شوف هالزين كله يا من فضلك، هذا الوضح إبل، هي إبل ما الحكم العرض. ايلو تعال تعال، هذا اصغر واحد بالمزاد. في ممر السيده او ممشى السيده معنا احد المشاركين في هذا المهرجان، تعرف عليك. مرحبا بك، معك فيصل الشبيعي. ونعم نعم حالك. ونعم اخوي فيصل، نبي مدى انطباعك عن هذا المهرجان. والله مهرجان طيب، على انه اول مهرجان يجي في عنيزة. اي والحمد لله الناس عينت من خير، وعلى انه بدا قبل يبدا. بدأ قبل يبدأ، قبل يبدأ. الناس لها حول أسبوع أو 10 أيام يتبيع تشتري تعين خير هنية، وما بدل اليوم، لكن الناس جات لها أسبوع هنية وباعت وشرت عينة خير. طيب الأعلى ما بيع في هذا المهرجان كم القيمة؟ شفنا 600، شفنا سمعنا المليون، شفنا 850، باعت الناس عينة خير. الله يبيض وجهك وفالك التوفيق بعد راسك. كذلك معنا أحد المشاركين، تعرف عليك. سلطان مجد الميموني. ونعم فيك اخوي سطام. اخوي سطام انت مشارك ولا زاير المهرجان؟ لا والله مشارك. طيب وش اكثر ما بيع من الاقيام هالسيده؟ والله نسمع ب 300، نسمع ب 250، نسمع ب 30 و40، على ما قالوا كل شيء له سعر. انت وش سيم اللي المطيه اللي معك اللي تعرض؟ معي انا كنت سام 39.5. 39.5 خفوت. وفالك التوفيق، الله يوفقنا، الله يوفقك بعد راسي سعيدة. يا بعد راسي حبيبي. وضمن جولتنا مشاهدي الكرام بالسيده وفي مهرجان عنيزه معنا صاحب الابل، نتعرف عليك. عادل مطيري. طال عمرك. ونعم فيك اخوي عادل. اخوي عادل، انت جاي تبيع ولا تشتري من هالمهرجان؟ بيع طال عمرك، ونشري نشري الشيء الزين طال عمرك. ما شاء الله. وش اكثر ما شريت وش اكثر قيمه بعت بها؟ اكثر ما بعنا ب 600 ألف طال عمرك، شرينا على 5 على 400. ما شاء الله تبارك الله. الله يطرحنا ولك البركه يا اخوي عادل. طيب مدى انطباعك للمهرجان؟ انت يمكن شاركت في مهرجان عده. نعم. اعطينا انطباعك عن هذا المهرجان. مهرجان طيب واللي قايمين عليه طيبين كلهم طال عمرك. في البكره صفراء سيمت يقول ب 150 ألف. الله يبارك لنا ولهم يا رب. ومعنا مشاهدي الكرام احد المشاركين في هذا الكرنفال في مزاد الابل في عنيزه، طبعا احنا في ممر السيده، نتعرف عليك. غالب ضيدان المغيري. ونعم فيك اخوي غالب. نعم حالك. عطر مدى انطباعك اخوي غالب عن المهرجان بشكل عام. المهرجان لا يعلى عليه، لا من تنظيم لا من يعني جميع ما يحبونه وجميع ما يتمنونه البدو في المهرجانات، وف
لقوه في مكان واحد، لقوه مجتمع. نعم يا سلام عليك. ونشكر صراحه ما قامت به عنيزه من كافه الجهود. الضباط نشوفهم هنا اول أحسن. مهرجان أحسن. اول مهرجان صراحه نشوفهم واقفين يعني أحسن. للتنظيم وفي الجهات الامنيه جميعها. نعم موجوده جميعها الله موجوده صراحه الله. يشكرون عليه تنظيم لا يعلى عليه، ويعني سبقوا ممكن المحافظات الثانيه في التنظيم وفي الدقه في التنفيذ. يعني ما شاء الله تبارك الله. مهرجان مشاهدي الكرام ما هو بس انه اكثر الناس اللي تشاهدونهم يعرضون حلال، فيه محبين وهواة للابل ويجون يتمشون، وعن قولتهم يعتبر كرنفال للجميع. نتعرف عليك. مرحبا والله ومسهلا. تسلم. معك سلطان بن فارس السريع القحطاني. ونعم ونعم. تسلم وتحيا. طيب اخوي سلطان، مدى انطباعك عن المهرجان؟ والله مهرجان موفق، ومهرجان نفتخر فيه، ومهرجان يمثل اهل الناقه خير تمثيل، مهرجان يخدم اهل الناقه، ومهرجان اللي يبى الارزاق لا يدور غير المهرجان ذا، مهرجان يطلع امور السلامه يشرح الخاطر يستفيدوا منه الناس يبهج العين. والله يعز حكومتنا الرشيده ان جعلت هذا المهرجان يترزقون اهل الناقه، واللي يبى الزين يجده في هذا المكان. والله جمع في مكان واحد. الله الله، جمع في مكان واحد، ولقينا رجالي مثلكم وشرواكم، ولقينا البل الطيبه. والله يديم الامن والامان والملك سلمان. الله يبيض وجهك وشكرا لك، والله يغفر لك ولوالديك، ووفيت وكفيت يا قحطاني. بيض الله وجهك. تعرف عليك يا حبيبنا. معك احمد بن علي الدغيب. ونعم يا اخوي احمد. اخوي احمد ما شاء الله، وش سيمه البكره اللي معك؟ 120. 120 الف، وش اصلها؟ اصلها على رمان الامير فهد بن عبد الله. ما شاء الله لا قوه. وش سنها؟ سنها حقه، سنه و11 شهر. وصلت 120 في مزاد عنيزه. نعم صحيح. طيب اخوي احمد، انطباعك عن المهرجان بشكل عام؟ انت شاركت في مهرجانات كثيره. نعم. عطنا انطباعك عن هذا المهرجان. المهرجان طيب، العرض فيه قوي، وكذلك الطلب فيه طيب، والسوق للامانه يطلب الحلال الطيب القوي. ايه الحلال القوي ياخذ حقه. والمبيع؟ المبيع لا باس فيه، لا باس. لكن الحلال الطيب ياخذ حقه ما يحتاج. انا مشاهدي الكرام احد المشاركين في مهرجان مزاد الابل بعنيزه، حياك الله. ابقاك الله، يا مرحبا فيك انت ومن حط المزاين، وشاركنا في هذا المجتمع الطيب وفي هذا الحلال الطيب، وهذا مما يحيي التراث وما يجمع الشمل ويلم القبائل ويلم البشر من عوائل من قبائل، ومعرفه الشباب للابل ومعرفه الشباب لا التراث القديم اللي ممكن. نعم لم يعيشوا في العصر الحاضر لكون الدراسة ودورة المصلحة، فهذا التراث قديم يستوجب إحيائه في كل مكان وزمان، سواء في عنيزة أو في أنحاء المملكة. الله يطول حكامنا أعمارهم على الطاعة وعلى العلم الغانم، وإن شاء الله حكموا بالشريعة ودلوا المسلمين على الطريق الصحيح، وحاسبوا المخطي وعززوا المنتفع. معنا مشاهدي الكرام احد المشاركين في هذا المزاد، تعرف عليك. محمد بن حمد العبدان اليامي. ونعم فيك. ونعم اخوي محمد، انت مشارك ما شاء الله بهالمهرجان. اي نعم طال عمرك. بايش؟ معي بكره ومعي قعود، معي حلال بعته، لكن المتواجد هالحين بكره وقعود. وكم سيمه سلمك الله اللي عرضيها اليوم في السيده؟ اللي شفته اليوم في السيده قعودا عليه 90 وبكره عليها 50. الله يطرح لك البركه يا بعد راسي. ومعنا مشاهدي الكرام اصغر المشاركين، والله اني يستاهل من يسلم على راسه. نتعرف عليك. سلطان عبد الرحمن الليلة لا يعتيبي كرشم. ونعم يا عتيبي. ونعم. طيب يا عتيبي، انت مشارك بهالمهرجان، بعت ولا شريت؟ نعم ابيع. بعت؟ نعم. وش اكثر ما بعت؟ البكار. البكار ما شاء الله. طيب تعطيني من البيع؟ بس بيض الله وجهك يا بعد راسي، الله يوفق. طيب لا تستغربوا من هالطيب. ضمن جولتنا في مزاد الإبل في عنيزة، نتواجد الآن مشاهدي الكرام في مقر أبو مطلق الحربي وأبو بدر الحربي، حياكم الله أجمعين. بلا شك أنه مثل هالمزادات أو المهرجانات اللي تقام فيها مزادات الإبل، نعم، أكيد سهلت على كثير من مربين الحلال، سواء كان من وسط المملكة أو شمال أو جنوب، أنهم يجتمعون في مكان واحد. نعم صحيح. يعني من أول إذا كنت بتقلب تروح الرياض مثلا، ولا حساب، ولا تروح القصيعة. الان بهالمزاد، المزاد هذا ولله الحمد هذا جمع اهل الشمال واهل الجنوب واهل الشرق والغرب. ما شاء الله. ومريح الناس بدل ما تروح الحشام، بدل ما تروح مناطق بعيده، صار متوسط ومريح، وكل يجي لله الحمد مرتاح، وصار يعني على طلب
البياع الشراء. على طلب الشرائي والبياع وراء الحلال. وراء الحلال. البهي الله يرحمه. وراء الحلال اللي يقلب من قريب ويرتاح. صحيح. اي نعم. بدر ما شاء الله هالمزيونه العشراء وش عليها؟ عليها 150. سيمة ب 150. سيمة ب 150. وش اصلها لها انت؟ علياني. علياني. اي نعم. تحتها قعود ولا بكره؟ تحتها بكره. ما شاء الله تبارك الله. اي نعم. هذا اعلى ما سيم عندك يعني. هذا اعلى ما سيم عندي انا هي وانا ماني مضيع. ترى مشاهدي الكرام نلتقي مع احد المشاركين في مهرجان مزاد الابل في محافظه عنيزه تابع لمنطقه القصيم. نتعرف عليك؟ ندى حمدي مطيري. ونعم فيك. مالك زود طال عمرك. اخوي ندى انطباعك عن السوق وعن المزاد بشكل عام؟ والله السوق طيب ومواريه ان شاء الله بدايته قويه، تنظيمه طيب. طال عمرك وش عندك من الزين؟ والله عندي البكره هذه جذعها عليها 75. ما شاء الله تبارك. وعندي طال عمرك هذه عليها 85 خفوت. اسلم. وعندي هذه طال عمرك عليها 180. 180. اي نعم. وسنه؟ هذه ثنيه. ثنيه. اي نعم. وهذه طال عمرك عليها 127. ختاما مشاهدي الكرام ارجو ان يكون هذا الفيديو نال على اعجابكم. انتهينا من التغطيه لمزاد مهرجان عنيزه لهذا العام 1445 للهجره. تقبلوا تحيات قناه المسافر للتغطيات. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك ومشاركه الفيديو اذا اعجبكم.